بعشرة. بانتظار الانطلاق اندفعت الأفراس المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح والتي ربحت سباق واحد على بركة الله تعالى من علامة 1400 متر وأطلى كما تشاهدون الآن مشاهدين الكرام، تنقض على الصدارة المركز الثاني لفتاة السهيل والمركز الثالث للدم في محاولة أيضا لأخذ مركز متقدم. مشاهد الآن طاهرية تحاول أن تتقدم الآن إلى المركز الرابع كما تشاهد لدن، تحاول الآن من الخارج الآن في محاولة أيضا للدخول في المركز الثاني. يشاهد الآن المركز الثاني لفتاة السهيل والمركز الأول لطلا والمركز الثالث الآن للدن ومحاولات في المركز الرابع لطاهرية ممثلة الأزرق في هذا الشوط. مشاهدين الكرام غلا حسام الآن من الخارج في محاولة أيضا للتقدم. مشاهد الآن الدخول لنورهم في هذه اللحظات المنعطف الأخير وبدأ بداية الخط المستقيم طلا في المركز الأول ومحاولات لفتاة السهيل الآن في محاولة لخطف المركز الأول في هذه اللحظات، وطلا لا زالت في الصدارة مشاهدين الكرام فيما المحاولات تأتي الآن على ما يبدو لبنت سابق للتقدم. ومن الخارج الآن نورهم تأتي إلى المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله، نورهم مع عادل الفريدي بكل قوة وتضيف الانتصار الثاني لها في سجلها في سباقات الفروسية السعودية. نورهم لأبناء محمد.